بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وغيره. وإذا قال قد طلقتك أو قد صريح ولا تصريح؟ باب صريح. ولا في المغني تصريح؟ الصريح والتصريح لا فرق بينهما، غيره فيما يقابل الصريح الكناية على ما سيأتي في الباب. نعم. وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق، ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمه الطلاق. قال أبو عبد الله رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت أو أنت وإذا قال لها أنت خلية أو أنت بريئة أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك، فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به سواء دخل بها أو لم يدخل. وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه، ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم يلزمه شيء، ولو قال طلقتها وأراد الكذب لزمه الطلاق. وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها إذا كانت مدخولا بها، فإن لم يقبلوها فلا شيء. وإذا قال أمرك بيدك فهو بيدها، وإن طاول ما لم يفسخ وإن تطاول. عندنا طاول، يعني تطاول الزمان. نعم. وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأها أو يطأها، فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها، وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وإن طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء. وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط، ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها، وإذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. وإذا قال لها إذا إن لم أطلقك فإن طلقها لزمه اثنتان لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها. مدخولا بها. نعم. فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها، وإذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان. وإذا قال لها كلما أطلقتك فأنت طالق، أطلقتك عندهم واضعين همزة. لم
نعم. وإذا قال كلما لم أطلقك، لم كذا مغني. وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق، وقع بها الثلاث في الحال إن كانت مدخولا بها. وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو مبيتا ميتا لم تطلق. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها إن قد وقعت بها الأولى فيلزمها تطليقه. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها. من أين يبدأ؟ وإذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان، من بداية هذا باب جديد انفصل الفصول في هذا فصل من الشرح. وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها، لأنه ابتداء كلام. وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطلق لزمه الثلاث لأنه نسق، وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا. وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث، وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالكلام في لغة العرب ينقسم إلى ما هو صريح لا يفهم منه غير المقصود منه، وإلى كناية تدل على المطلوب وعلى غيره على حد سواء. قد تكون دلالتها على غير المطلوب أظهر، وهناك تقسيمات أخرى، تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز، استعمال اللفظ فيما وضع له يسمونه حقيقة، واستعماله في غير ما وضع له يسمونه مجاز عند من يقول به. على كل حال، الذي يعنينا مقابلة الصريح بالكناية وعلى وجه الخصوص في ألفاظ الطلاق. والزوج إذا طلق زوجته لا يخلو إما أن يكون بلفظ صريح وضع لهذا المعنى ولا يحتمل غيره، فإنه في مثل هذه الحالة يؤاخذ بلفظه ولو ادعى أنه لم ينوه ولم يقصده، يؤاخذ به ولو قال أنا ما نويت الطلاق، لأنه جاء بلفظ صريح لا يحتاج إلى نية. ولو قال إنه يريد كلمة أخرى فسبق لسانه إلى هذه الكلمة، وهذا عند المشاحة والقضاء. أما ما عدا ذلك فيدين، لأن المسألة بينه وبين ربه، لأنه عرف وجد في الواقع سبق اللسان إلى غير المراد. وعند بعض الناس بكثرة، والناس يتفاوتون في هذا، يعني لو نظرنا كل الناس يدركون هذا. بعض الناس كثير من كلامه
غير ما يقصده، يريد شيئا وينطق بغيره، وبعض الناس يحصل منه ذلك بنسبة أقل، وبعضهم يندر منه وقوع مثل ذلك. على كل حال، إذا صرح بالطلاق فإن كانت المسألة في المقاضاة عند القضاء فيؤاخذ بلفظه، لأن الأصل أنه مكلف يؤاخذ به وتطلق منه زوجته، وإن ادعى خلاف ذلك وإن كان في بينه وبين ربه يدين، يقول أن يسألها أنت طاهر؟ قال الطالق، أو أريد أنها طالق من وثاق، مع أن سبق لسانه إلى طاهر قريب، أما طالق من وثاق لا يمكن أقصد مثل هذا. نعم. شلون طلقني؟ طلاق بيده هو. إذا دعا لا يحصل شيء. لأنه ما حصل منه شيء. لا، هو يمكن يتصور مثل هذا الكلام إذا كان عنده زوجة يريد فراقها ومحرج من أهلها، فيدعو ربه أن يقول اللهم أرحني منها كذا. هذا ما حصل منه شيء. قال رحمه الله: وإذا قال لها قد طلقتك، هذا إنشاء ولا خبر؟ قد طلقتك خبر، هذا يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل؟ يحتمل. ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق، وأراد به الكذب كما لما سيأتي، لأنه يريد الإنشاء، يراد به الإنشاء، أو يريد خبر يخبر به عن إنشاء، ولا سيما أنه بلفظ صريح الطلاق. وإذا قال لها قد طلقتك أو قد فارقتك، والفراق من الألفاظ الصريحة، أو قد سرحتك، تعالينا أمتعكن وأسرحكن، يعني هذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق، لزمه الطلاق. مثل هذا كما قرر أهل العلم لا يحتاج إلى نية لأنها ألفاظ صريحة. ولو قال لها في الغضب أنت حرة، حرة صريح ولا كناية؟ كناية. يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج إلى نية؟ يحتاج إلى نية. ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك، لزمه الطلاق. طيب، لطمها أو في حال غضب قال أنت حرة، هذه قرينة على إرادة الطلاق، يريدون مثل هذا التصرف أن يكون قرينة على إرادة الطلاق. هذا طلاقك، لزمه الطلاق. شو معنى هذا طلاقك؟ هذا الفعل اللطمة، هذا هو الطلاق، فجعل هذه الضربة قائمة مقام النطق بالطلاق، وعبر عنه، شرح مقصوده. قال أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية أو أنت برية، خلية
خالية من تبعات عقد النكاح ومخلية وبرية، برئت ذمتك من حقوق المترتبة على العقد، هذه كلها كنايات، أو برية أو أنت بائن، مع أن البائن قريب كثر استعماله في الطلاق، كثر استعماله في الطلاق حتى غلب على ذلك. قيل امرأة بائن، وش فهم من؟ هل يعني أنها منفكة ما ليست سيامية مع زوجها؟ ها؟ مطلقة. أو أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك. متى تكون المرأة حبل على غاربها؟ إذا لم يكن لها زوج. إذا لم يكن لها زوج صارت تملك نفسها. حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، هذه أيضا كلها كنايات، مع أنه لو قال لها الحق بأهلك في طلاق الرجعي لا تخرج، لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. لكن عامة الناس يخرجونها ولو كانت رجعية، مع أن هذا لا يجوز. أو الحق بأهلك فهو عندي ثلاث: أنت بائن مقبول الحكم بأنه طلاق ثلاث، لأن البينونة إنما تكون بالنسبة للمدخول بها بالثلاث، لكن أنت خلية أو برية مطلقة بواحدة تكون كذلك إذا خرجت من عدتها. لكن كأن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا ينطبق على الواحدة والثنتين، اللفظ لا ينطبق على الواحدة والثنتين، لأنها ما دامت في العدة ليست خلية ولا برية، وإنما إذا أوقع الثلاث فهي حينئذ في الحال تكون خلية وبرية. فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به. مجرد هذه الكلمات يفرق بين امرأة وزوجها بلا رجعة، قد يكون بينهما ولد، ترتب على ذلك آثار كثيرة بمجرد ألفاظ محتملة. يقول قال أبو عبد الله رحمه الله: وإذا قال لها أنت خلية أو برية أو أنت بائن، الآن الثلاث على عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، فكيف إذا جيء بلفظ محتمل خلية وبرية؟ إذا قيل إنها خلية باعتبار الحال أو برية باعتبار الحال فهي مثل بائن، وهذا مأخذ هذه الرواية، لكن إذا قال أنت خلية أو برية باعتبار ما سيكون، يعني بعد خروجك من العدة تكون خلية وتكون برية. وعندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به. طيب، المتابع للإمام رحمه الله موقف من هذه الرواية، يعني المقلد للإمام أحمد، وش موقف من هذه الرواية؟ عندي ثلاث وأكره أن أفتي به، هل يفتيهم بأنها واحدة لأن الإمام أحمد يكره أن يفتي بأنها ثلاث، أو يفتيهم بأنها ثلاث لأنه صريح لفظه فهو عندي ثلاث؟ ولا علينا من كراهته، علينا من الحكم الشرعي ثلاث. أقول المقلد للإمام أحمد ما موقفه من مثل هذا الكلام؟
طيب الإمام أحمد لو جاء طلق بهذه الطريقة أو تلفظ بهذا اللفظ يقول له رح ابحث عن غيري؟ نعم، لأنه يكره. وش يقول الشارح؟ ما وجدته؟ قال أنا من كذا من أنظري أتوقف حمتي أن ينزل لفظ الجنة فيها. ما هو موجود؟ لا ما تكلم عنه. ما هو مذكور عندك؟ اللفظ موجود لكن في الشرح. وش قال؟ ما تكلم عن نفس الكلام. وش اللي عند اللي تقرأته؟ الآن هذا كلام فصل. وإن قال أنا من كبائر أو بريء فقد توقف أحمد فيه، فقال أبو عبد الله بن حامد وتخرجوا على وجهين أحدهما لا يقع لأن قبل محل لا يقع. لا لا، هذا العكس، هذا هو اللي هو البريء وهو الخلي. ايش يقول؟ ايش يقول؟ تكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها، تكون بائن وله أن يراجعها. قال واحتج الشافعي بما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته فهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة الله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشافعي والدارقطني. قال علي بن محمد الطنافسي ما أشرف هذا الحديث، يعني يرجع إلى ما نواه. لكن كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، هل الكراهية ناشئة عن كونه عن كون مثل هذا الطلاق على غير السنة، طلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث طلاق بدعي على غير السنة، أو أن الإمام أحمد متردد في الحكم فيكره أن يفتي بمثل هذا، يعني ليس الحكم عنده بواضح وظاهر بحيث يفتي وهو مرتاح، فإنه يكره مثل هذا أن يجرأ على الفتوى بشيء غير جازم به. وهذا من ورعه رحمة الله عليه، وهذا كثير في فتاوي. لكن إذا حصل مثل هذا
والقاضي قاضي البلد على مذهب الإمام أحمد، شو بيسوي له؟ بيمضي الثلاث ولا والله يقول ما من يتورع ويكره الفتوى؟ الفتوى غير القضاء، قضاء إلزام. ها؟ كان أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتية في هذه الكناية مع ميله إلى أنها ثلاث. وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد عنه روايتين، إحداهما أنها ثلاث والثانية يرجع إلى ما نواه، مثل ما قال رأي الإمام الشافعي. نعم. استدلالا بحديث ركانه. نعم. إيه، لكن إذا قلنا مع الاحتمال والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح والكناية محتملة، فكيف نرفع الأصل بمجرد احتمال؟ هو يعتني بفتاوى الصحابة، وهي أصل من الأصول عنده رحمه الله. لا، ثلاث بمجرد اللفظ، لأنه الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نواه. وين؟ لا، هو لو الطلاق شو؟ هو الآن في هذه الألفاظ لو الطلاق لكن لم ينوي الثلاث. نية الطلاق، دلالة اللفظ على الطلاق كناية، لكن دلالتها على العدد غلبت ظن، دلالته على الطلاق كناية، لا بد أن ينوي الطلاق، لكن نية العدد غلبت ظن. فهل لفظها يؤخذ منه العدد؟ إذا قال أنت بائن، لأنه قلنا أنها كناية فلا بد أن نرجع نيته، نرجع نيته في إرادة الطلاق. نعم. لا في إرادة العدد. وش وجه التفريق حصل عليك؟ لأن الرواية الثانية المقابلة لهذه الرواية إن نوى ثلاثا صارت ثلاث على ما نوى. لا لا، في فرق بين دلالة اللفظ على الطلاق وبين دلالته على العدد. يعني إذا قال أنت بائن، إيش معنى بائن؟ متى تبين المرأة من زوجها؟ إذا طلقها واحدة المدخول بها تبين بواحدة. ها؟ الآن هو يقول لا، أنت بائن بلفظ الفراق، ما هو بيقول أنت بائن إذا انتهت عدتك، ما يصل، ما يجي. هو الإمام أحمد في هذه الرواية أخذ من اللفظ أنه يدل على العدد، أنت بائن، أنت خلية، يعني أنت ليس لك أي التزام بالعقد، ما في العقد ما يلزمك الآن، انتهيت من العقد. وكذلك أنت برية، لو كانت رجعية ما زال العقد ساري حتى تنتهي العدة. وأوضح منهما قوله أنت بائن، هذه توجيه هذه الرواية على هذا، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن المدخول بها على اعتبار أنها ثلاث تبين، وغير المدخول بها باءنت بواحدة ومع ذلك في الزيادة. فيه انفصال بين إرادة نية الطلاق والعدد. فيه انفصال. هو أراد الفراق. فيسأل كما يسأل عن نية الطلاق
أنت تمشي على هذه الرواية وعلى الرواية الثانية. لا على الرواية. لا. الرواية الثانية يقول اللفظ يدل على العدد. اللفظ يدل على العدد. ولذلك قال أحبلك على غاربك أو الحقي بأهلك، يعني ما لي عليك أي أمر لا من قريب ولا من بعيد. ومتى يكون ذلك؟ في الرجعية أو في البائن؟ في البائن. فهي عندي، فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي به. قد هو اعتمد أقوال الصحابة في هذه المسألة. نعم. إيه. من أول مسألة أقرأ. إيه؟ يقول قوله والكنايات نوعان ظاهرة وهي سبعة انتخالية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. هذا المذهب أعني أنها السبعة وكذا أعتقتك وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقيل أبنتك كأنت بائن وهو ظاهر كلامه في المستوعب، فإنه قال فإن قيل أبنتك مثل بائن ويحتمل أظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه. قلنا قد وجد في بعض الألفاظ أبنتك ولأنه أظهر في الإبانة من خلية فاستوى تصريفه، ولأننا قد بينا أن في أطلقتك وجهين للمعنيين المختلفين فإن وجد مثله جوزناه انتهى. وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح كأنت بائن. وجعل الشريف أبو جعفر أنت مخلات كأنت خلية. وفرق بينهم ابن عقيل فقال لأن الرجعية يقع عليها اسم مخلات بطلقة، ويحسن أن يقال للزوج عندنا في عرفنا مخلات يعني مطلق مرادف. ها؟ إذا قيل فلان مخلات يعني مطلق. نعم. ويحزن أن يقال للزوج خلها بطلقة. وأيضا فإن الخلية هي الخالية من زوج والرجعية ليست خالية انتهى. وقال في المستوعب فإن قيل مخلات وخليتك وخلية بمعنى واحد فلما ألحقتموها بالخلية؟ قلنا قد كان القياس يقتضي ذلك مثل مطلقة وطلقتك وطالق، ولكن تركناه للتوقيف الذي تقدم ذكره ولم نجده ذكروا إلا خلية انتهى. وقال ابن عقيل من الكنايات الظاهرة أنت طالق لا رجعة لي عليك، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب. والخلاصة وقدمه في الرعايتين وقيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد. واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال هذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد فهي مركبة من صريح وكناية انتهى. قلت فيعابى بها فيعايا بها وعنه تقع بها طلقة بائنة. شلون يعايا بها؟ يلغز بها، يلغز بها. فماذا يقال؟ لفظ صريح كناية، لفظ صريح كناية. فما هو؟ هو اللفظ هذا صريح في الطلاق كناية فيما عدا فيما فوق الواحدة. ما يحتاج إلى نية في إيقاع الطلاق، يحتاج إلى نية في العدد مثل اللي عندنا. نعم. وعنه تقع بها طلقة بائنة، وعنه أن قوله أنت حرة ليست من الكنايات الظاهرة بل من الخفية. قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في المستوعب، وعنه أن أعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة وأطلقهما في المغني والشرح والمضم.
قوله وخفية نحو خروجي، لا سيما وأنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق. إذا حصل مساومة بين اثنين فسام المريد الشراء السلعة بثمن ورفض صاحب السلعة، قال أنت حر، ولو كانت زوجته هي البائعة وقال لها أنت حرة. يعني في المقصود أنه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق. ولا شك أن العادات والأعراف تبنى عليها مثل هذه الأمور، العادة محكمة. نعم. قوله وخفية نحو خرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليت. وش ذوقي؟ مررت الفراق. ايش معنى ذوقي؟ شو؟ لا كناية بعيدة ما هي قريبة. صح. يعني راح تزوج غيري، كما لو قال ذوقي عسيلة غيري. تجرعي. فيه تجرعي بعدها. فيه مثل هذه الألفاظ كثيرة عنده. المقصود أن الألفاظ الثلاثة من الكنايات أنت خلية أنت برية أنت بائن ليست بلفظ الطلاق ولا من صريحه، لكنها تحتاج إلى نية في إرادة الطلاق، إلى نية في إرادة الطلاق ودلالتها على العدد، على الرواية التي ذكرها المؤلف عن الإمام ما تحتاج إلى نية، يدل على العدد على الثلاث. لكن مدام فيها ضعف كناية وتحتاج إلى نية في أصل الله، ولا يفهم منها إلا من بعد أنت برية أنت خلية. خلية من إيش؟ من تبعات العقد، بريئة من برية من تبعاته. لابد أن نستحضر مثل هذه التقديرات ومع ذلك يحكم بأنها ثلاث، فيه بعد. نعم. الإمام أحمد ما لا إلى كون هذا بأقوال الصحابة. الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك أنها أصح ودليلها أقوى، ورواية عن الإمام أحمد على حسب ما ينوي. واحدة قال الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة. ما يلزم أن تكون صريحة في الطلاق، لكن مع النية، فهو نوى طلاق ولا نواها واحدة في هذا الركان. لو أهملنا كل لفظ صريح ووقفناه على النية ما ثبت عقد. لما تروح تشتري سيارة ننظر إلى نيتك، تقول اشتريت وبعت ننظر إلى نيتك، تقول الله ناوينا أمزح مع أخي وزميلي ما نويت أشتري، يقول لك ما يصلح، يقول خلاص بطل العقد. إن شاء الله معك ذات العقود بالقسم أو اليمين الأمور الديانات بينه وبين ربه، إنما الأعمال بالنيات. لكن الأمور المبنية على حقوق عباد نقول لا، لابد أن ينوي، كان ما يثبت شيء، لا ألزم بشيء قال والله ما نويت ويبرأ من ذلك، هل هذا مقبول؟ أصلا شيخ في المضايق لما تكون الطلبة الثالثة
دعنا من اعتبارات أخرى، لكن أن تنظر في الألفاظ الصريحة في العقود، فهل تحتاج إلى نية؟ معناه أنه ما نصحح أي عقد حتى نرجع إلى المشتري ننظر إلى نيته، والبائع يقول ما نويت والله أبيع بس بشوف وش يسوي وش يبيع. إن زادت قيمة السلعة قال البائع الله ما نويت، وإن نقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نويت. لا لا، الألفاظ الصريحة في التعاملات بين العبادة التي تترتب عليها حقوق لا بد أن يؤخذ بها. وجه النص على سبعة أنفار اعتبرت كنائية فقط، هذا راجع اللغة تحتملها ولا العرف السائد؟ في عرفه، ولذلك تقرب بعضها من الصريح في وقت ويبعد في وقت. يقال مرجع العرف. إيه لا شك. إحنا عندنا مخلات مثل مطلقة سواء بسواء. قال رحمه الله: وإذا أتى بصريع الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه. وقلنا هذا في المقاضاة، إذا تحاكموا إلى القاضي ما عنده إلا هذا، ما يظهر له إلا هذا اللفظ. وأما فيما بينه وبين ربه، فيما لو ما أقيم عليه دعوة، الزوجة ما سمعت وهو ما نوى ذلك، يديب بينه وبين ربه. كنها لا تكون بنية. ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء. الآن في الإقرارات التي ترتب عليها حقوق مالية، مثلا الضمان، يروح يشهد أن زوجته أرملة من أجل الضمان، تستحق مبلغ مالي وهي زوجته، هل يلزم من الطلاق ولا يلزم؟ كذب. هو نفس ما عندنا، كما لو قيل ألها زوج فقال لا، وهنا في الكتاب لو قيل له ألك امرأة قال لا. عندما يحتاج إلى مثل هذه الأمور، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لزوجته هذه أختي، هل يلزم من ذلك ظهار أنه شبهها بأخته؟ لا. هذا داخل في حيز الكذب، ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله، كما في الحديث الصحيح. لكنه كذب أثم بهذا الكذب، يأثم. وإذا أتى بصريح الطلاق لازمه نواه أو لم ينوه، ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب لم يلزمه شيء. ولو قال قد طلقتها، ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق. لماذا؟ لأنه لفظ صريح. شو؟ والظاهر حكم الكنايات، لأن الذي ليس له امرأة إما أن يكون غير متزوج أصلا أو متزوج مطلق. هذا إيه معروف، حتى قالها
شوف يقول لأن هذا ولو قال قد طلقتها وأراد به الكذب لزمه الطلاق، لأنه إذا قالها مازحا هو يقصد الطلاق لكنه ما أراد إيقاعه بجد، ما أراد إيقاعه بجد وإنما بهزل، ومعلوم أن حكم الهازل حكم الجاد في هذا الباب. وإذا وهب زوجته لأهلها، وإذا وهب زوجته لأهلها، بنتكم لكم، هذا يكسر. خذوا بنتكم، بنتكم لكم، فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، وإذا كانت غير مدخول بها تبين بهذه الواحدة، لا يملك الرجعة إلا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافرة. شو من الثلاث؟ يعني تكون ليست واحدة، لأن بنتكم لكم إذا كانت أساساً في رجعها سترجع لها أساساً لم ترجع. ولذلك الرواية المذكورة عن الإمام حمد ضعيفة. بالقبول ليه؟ لا، ولا تلزم إلا بالقبض بعد، تلزم إلا بالقبض. كان شيخ عفى الله عنك، بعض المجتمعات بعض الأماكن غلط فيها جهل وطن، هذا الفاظ الآن ليس فيها تمييز ولا يعرفون سواء الزوج أو أهل الزوجة، فإن قال لهم بنتكم لكم أخذوه وهم لا طلاق، فهذا باب العزة وباب الكرامة. على كل حال الأصل بقاء الطلاق، فلا ينفك هذا الأصل إلا بمقاوم قوي. بقاء العقد، بقاء العقد، بقاء النكاح، هذا الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بمعارض قوي. وين هذا اللي يظهر في من كلامه، ويجري عليها أحكام الهبة. يقول فإذا كانت مدخولا بها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة إذا كانت مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبول، ووراء ذلك أيضا القبض، أخذوها قبلوها وأخذوها، معناها أنها ثبت الطلاق. إذا قصد بذلك التهديد ما قصد الطلاق، وهذا يحصل كثير، قال بنتكم لكم، ها، فيحتاج إلى نية، إذا ما نوى الطلاق لم يحصل شيء. وإذا قال لها أمرك بيدك، يعني فوض الأمر إليها وملكها أمرها، وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها، وإن تطاول، يعني إن لم ولو لم تطلق في الحال، لو طال الوقت إن لم يرجع، وإن تطاول ما لم يفسخ، ما لم يفسخ ويرجع عن كلامه أو يطأ. نعم، في فرق بين التهديد والتخويف؟ لا، ما في فرق، ما في فرق. وكل هذا يدخل تحت الإكراه بالنسبة للزوج، لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم في الفصل السابق يكون من باب الإكراه،
فلا يقع الطلاق ما لم يفسخ أو يطأها. إذا وطأ معناه أنه رجع عن هبة أمرها إليها إذا وطئها. فإن قالت قد اخترت نفسي, إن قالت قد اخترت نفسي, النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه, خير نساءه فاخترنه. وهل بمجرد هذا الاختيار أو بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق, أو لا بد من أن تختار نفسها ثم يطلق بعد ذلك؟ فتعالينا, إيش معنى أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا؟ يعني بعد الاختيار, اختارت تأتي وتمتع وتسرح, أو أن هذا التسريح حكاية لما وقع, لما وقع قبل فيه تخيير ثم بعد ذلك لما اختارت نفسها متعها, أو أن التسريح الطلاق وقع بمجرد التخيير والاختيار, وهذا التسريح إنما هو حكاية الحال وليس المراد به الطلاق إنشاء, وإنما الطلاق حصل بالتخيير مع الاختيار, لأنه قال وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطاع. فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة, قد اخترت نفسي, هل نقول اذهبي إليه ليمتعك ويسرحك على مدلول الآية, أو نقول أن الطلاق حصل بمجرد الاختيار؟ وقال فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة, تلقى واحدة وين؟ هو طلاق معلق واختارت, لكن في الآية فتعالينا أمتعكن, يعني إذا تم اختياركن لأنفسكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن. ها؟ الآن اللي عندنا قال أمرك بيدك, خيرها ترغبين في البقاء أو الطلاق فاختارت نفسها. يقول المؤلف فهي واحدة يملك الرجع, معناه أنه وقع الطلاق بمجرد الاختيار والتخيير. النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه, اخترنا واخترنا الدار الآخرة, لكن لو قدر أن شخصا خير نساءه فاخترنا أنفسهم, فهل يقع الطلاق بمجرد هذا الاختيار؟ أو نقول إذا اخترنا أنفسكم, إذا اخترتن أنفسكن فاذهبنا إلى أزواجكن أو إلى زوجكن يمتعكن ويسرحكن. تفترض الواحدة منهن في طهر. النبي صلى الله عليه وسلم خير الجميع, أنا أقصد أن قد يكون كما قال سبقا صراحة جميلة, قد يكون المعنى أنها بعضا لا يقع عليها الطلاق لأنها في طرق بدن. الآن فيه إشكال بين كلام المؤلف والآية ولا ما فيه إشكال؟ ها؟ وش عندك؟ كان التخيير بين الدنيا والآخرة ما
يقول مثلا شيء زائد على الطلاق. يعني اخترنا الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد مسابقة والبقاء معه فهو على الأصل. والله يتنا نحضر الكلام من تفسير القرطبي. هذا يقول إذا قال له أمرك بيدك فهو بيده. هو مريد الطلاق. أمرك بيدك شو معنى؟ إن اخترنا الدنيا تعالين إن اخترتنا الدنيا. لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن؟ هل المراد به اختيار الدنيا مع البقاء معه؟ ما يظهر مع البقاء معه. جزاك الله خير. نقف على هذا.